اليوم مثل ما تعرفون هو الاجتماع الثاني. كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة، توجيهات عامة. اليوم اجتماع الجلسة بجدول أعمال، وأكدنا على ابتداء قبل أن ندخل للمحاور على الرؤية، رؤية الحكومة في عملها للمرحلة القادمة وفق المنهاج الوزاري الذي يعقبه برنامج حكومي. حددنا 3 أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي، وستكون هناك لجنة من مجلس الوزراء للحكومة تتواصل وتنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج. الأسبوع الرابع سوف يتم مناقشة البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء.